مشاهدينا الكرام من القاهرة أحييكم ويسعدني أن أصحبكم خلال الساعة القادمة. المشروعات القومية هي التي تحشد المواطنين جميعا حولها بصرف النظر عن انتماءاتهم السياسية أو توجهاتهم الأيديولوجية لما تحققه من مصلحة عامة للدولة. يشترك الجميع فلا يوجد من يعترض على زيادة فرص العمل التي تحدثها المشروعات القومية بهدف مكافحة البطالة أو التوسع في الصناعات والمشروعات الصغيرة، كذلك استزراع المناطق الصحراوية أو زيادة الرقعة الزراعية أو تنمية المناطق الحدودية التي تهدف في النهاية إلى زيادة موارد الدولة وإرادتها وزيادة التصدير وجذب رؤوس الأموال وزيادة رصيد الدولة من العملات الأجنبية. فهل مصر الآن على أعتاب تحقيق ذلك أم أن الأمر يحتاج لمزيد من الدراسة؟ حلقة جديدة من مصر في ساعة نبدأها بأبرز الأحداث. استأنفت اليوم قوات حرس الحدود حركة سفر الشاحنات بين مصر وليبيا عبر منفذ السلوم البري بعد توقف دام قرابة 40 يوما نتيجة لسوء الأوضاع الأمنية في الجانب الليبي والذي شهد إقبالا ضعيفا من الشاحنات. أمرت النيابة العامة بالزقازيق بإحالة 174 إخوانيا لمحكمة الجنايات بالزقازيق للتهمين في 9 قضايا مختلفة لاشتراكهم في أعمال عنف وتخريب بالمحافظة عقب فض اعتصامي ربع والنهضة. أعلن الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة أن الجامعة قررت إلغاء نظام الأسر الجامعية إذا كانت ظهيرا لأي جماعة سياسية أو حزبية حتى لا يتم السماح لأي أنشطة حزبية داخل الحرم الجامعي بما يؤثر على سير العملية التعليمية. فاجأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الجميع بالبدء في مشروع توسعة الممر المائي لمحور قناة السويس والذي يمتد بطول 72 كيلومتر ليختصر زمن التقاطر بالنسبة للسفن العابرة بمقدار النصف ويضاعف دخل القناة ب 259%، وما اعتبره الشعب مشروعا قوميا لابد أن يتكاتف الجميع لإنجازه. خلال الأسبوع الماضي تحدث المهندس إبراهيم محلب عن مشروع تعمير وتنمية الساحل الشمالي الذي يستطيع استيعاب 34 مليون نسمة خلال السنوات القادمة، بالإضافة إلى إعادة طرح مشروع تشكى واستغلال ما تحقق منه في السنوات الماضية. ويبقى السؤال الأهم، هل من الأفضل أن تعمل الدولة على إنجاز هذه المشروعات بالتتابع أم البدء فيها كلها مرة واحدة؟ ومن أين يأتي التمويل اللازم لهذه المشروعات؟ يسعدني أن يكون معي في هذه الحلقة الدكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادي. مرحبا بك دكتور صلاح. أهلا بك. الكثير من المشاريع العملاقة التي تتحدث عنها الدولة، بالفعل أول مشروع هو مشروع قناة السويس، نبدأ بهذا المشروع، كيف تقيمه؟ طيب أقيم باختصار، إحنا عندنا في خلط في بعض الناس موجودين بين مشروع توسعة قناة السويس أو زيادة التعميق بتاع القناة من المنطقة الملاحات للدفرسوار اللي هي 34 كيلو وبالعمق والتوسعة بتاعتها والفروع بنخش في 72 كيلو بالإضافة إلى بناء 6 أنفاق، 3 من بورسعيد و3 من الإسماعيلية. ده مشروع لتوسعة قناة السويس علشان بدل في أمهات المراكب والسفن اللي ما كانتش بتمر عندي هجيبها بتمر، لأن كانت بتيجي تمر في منطقة بورسعيد والسويس المدخل والمخرج كويسين، المنطقة بتاعت الإسماعيلية كانت ضيقة فأنت بتوسعها علشان تجيب أمهات المراكب. الحاجة التانية لما كانت يجي في القوافل بتيجي يمين وشمال علشان بتاع اليمين يعدي يقف بتاع الشمال لحد اليمين ده ما يخلص، فأنت كنت بتاخد فترة ساعات من 11 ل 19 ساعة على طول. لو اتعملت التوسعة دي يبقى دخلت مجموعة من السفن جديدة، دخلت قللت الزمن اللي موجود يقدر يزود الإيرادات بتاعة القناة. دوت يعتبر السطر الأولاني في الكتاب لتنمية محور قناة السويس بالكامل اللي هو الست محافظات اللي مطلوبين. أفهم من كده أن يعني مسألة الحفر 72 كيلو دي هي اللي هتكون في أول سنة.
اللي هي الناس تيجي في اغسطس 2015 تعدي اول مركبه رايح جاي خلاص. طيب ده بقى يحقق لنا ايرادات قد ايه؟ تزودي ايرادات قناه السويس الحاليه بمقدار 80%، يعني بنتكلم في 5 6 مليار يبقوا 10 10 ونص مليار. طيب شيء كويس جدا. طيب ده السنه الجايه على طول؟ على طول في اغسطس اللي جاي دولت، لان في الاخر انت بتحفري. يعني ده حفر بدخل اوسع المنطقه اللي موجود. بالمناسبه المنطقه اللي في الاسماعيليه اللي هي كانت ضيقه اللي احنا بنزود توسيعه دي كانت اهم منطقه في حرب اكتوبر 73، لان المنطقه دي اللي اتعمل عليها رؤوس الكباري اللي عدت القوات من الغرب الى الشرق عليها، لانها اضيق منطقه فاتعملت رؤوس الكباري عليها. انت النهارده خلاص لا حرب ولا حاجه، فانت بتوسع القناه ويخش دخل جديد. طيب قبل ما تنقل لنقط تانية، هل بالفعل يعني مساله الحفر دي هيكون في قدره ان هي يتم خلال سنه واحده؟ يعني كان حديث عن 3 سنوات وبعد كده دلوقتي مره واحده سنه، هل في قدره ماليه والعمال ومساله المياه الجوفيه اللي تم الحديث عنها مؤخرا؟ طيب هل سيكون هناك قدره ان ده كله يحصل خلال عام واحد؟ قد لحضرتك مثلا، اولا الحكايه دي بنتكلم في 8.5 مليار دولار بما يعادل حوالي 60 مليار جنيه مصري، حوالي نصهم ال 30 للانفاق اللي موجوده وال 30 التانيين او 31 و9 شيل 31 للقناه اللي موجوده. ديت شغلانه مش محتاجه تكنولوجيا عاليه، دليلنا على كده ان بين مصر وغزه الانفاق اللي مفتوحه فوق ال 6000 نفق موجودين، بيتعملوا طاقة على طول ووسائل بدائيه وتحت الضلمه والناس مش واخده بالها، ما هياش حكومه اللي بتبني ولا معدات ولا قوات مسلحه وبيدخلوا كل حاجه فتقدر تعملي دي، يبقى دي مش محتاجه تكنولوجيا عاليه. الفلوس اللي موجودين ال 60 مليار، جهاز المصرفي في مصر، جهاز المصرفي في 1350 مليار جنيه. لو قلنا حتى الناس ما طلعتش فلوس من جيبها وكل واحد ليه وديعه هيروح يجيبها ويقلبها موجوده شهاده استثمار موجوده في البنك، يبقى هتاخد 60 مليار من 1365، كلام فارغ نسبه قليله. طب بس اسمح لي حضرتك، ال 1850 مليار دول معظمهم متوظفين، يعني على حد علمي 560 مليار للقروض، 500 مليار دولت للقروض، 390 مليار جنيه ده للسندات، للسندات 172 مليار هم بس الودايع غير موظفه بالظبط، 163 مليار ده احتياطي الزامي. يبقى اذا حضرتك بتكلمني عن 1350 مليار، لكن هو في الحقيقه هو مش 1350 مليار. طبعا انا بقول لك لا، حجم دوت بالنسبه لحجم الوعاء المصرفي كله. تمام، في الاخر لو خدت الناس ما طلعتش فلوس من جيبها، انت عندك شغل فلوس ناس تحت البلاطه في قلب مصر. دليلنا على كده احد الشركات العقاريه جت سنه 2009 حضرتك وطرحت موضوع مدينتي لو تتذكريه، خلال 15 يوم لم 42 مليار جنيه. جهاز المصرفي ما تأثرش لأن الناس طلعت من معاه. النهارده الفايدة ال 12% دي أعلى فايدة على أي وعاء ادخاري داخل الجهاز المصرفي بالكامل. طيب أنا عايزة قبل ما أخش في موضوع الاستثمار، حضرتك قلت لي عندنا 1350 مليار ونقدر إن إحنا نمول. طبعًا. الدولة تقدر تمول من غير مش الدولة، الجهاز المصرفي. الجهاز المصرفي يقدر يمول. طب الحكومة ما معهاش مليم، في فرق بين الحكومة. الحكومة ما معهاش 5 جنيه في قلب جيبها عشان نجيب بس من الآخر. حكومة ما فيش 5 جنيه ما فيش. إنما هو هيمول من الناس القطاع الخاص، صلاح والهانم وفلان وعلي ومحمد وزيد وعبيد، هيطلع يطلع فلوس من معاه، سواء ليه جزء موجود هيفك شهادات أو جزء معلم موجود تحت البلاطه يبتدي يشتري الشهادات دي. ميزه الشهادات عن الاسهم، وبالمناسبه اول واحد اقترح على الدوله موضوع شهادات الاستثمار لما الدوله طلعت قالت اسهم وسندات، العبد لله الوحيد ده قال اخواننا الطريقه المثلى ليها قبل الاعلان يوم الجمعه اللي فاتت، قبليها من يوم الاثنين اعلن. انا قبل ما اخش على شهادات الاستثمار، معلش حضرتك، فيما يخص ان الجهاز المصرفي عنده قدره ان هو يمول، يعني لا في اراء ثانيه بتقول لا ان هو ما عندوش قدره انه يمول. اولا في عجز في الموازنه، وبرده الجهاز المصرفي ده هو اللي اكتر واحد بيمول عجز الموازنه عن طريق اذون الخزانه. ال 1350 مليار دول تقريبا يعتبر كلهم متوظفين، يعني احنا لو ما اعتمدناش على شهادات الاستثمار يبقى اذا قدره الجهاز المصرفي ان هو اللي يمول دي فيها شك. تمام. دكتور صلاح، احنا بنتكلم في حته بس عشان ايه ما يحصلش خلط. الجهاز المصرفي انا مش هاخد من البنوك، البنوك مش داخله تمول، اللي داخل يمول الافراد اللي ليه وديعه هناك موجوده واللي معاه جزء من المال خارج الجهاز المصرفي. فجزء من المال خارج الجهاز المصرفي يجيبها. ايه الفرق بين شهادات الاستثمار اجيبها ليه مش اسهم؟ علشان خاطر انا عن مال شهادات الاستثمار دي الفكره اللي جات لنا واحنا قلنا ليها ميزه، انا ما اقدرش احجز عليها حتى لو كانت فلوس رشاوي او فلوس مخدرات، ما اقدرش احجز عليها. طيب احنا مع كده تراجعنا على مساله ان الجهاز المصرفي قادر. احنا دلوقتي لا قادر الجهاز المصرفي، لان انا هاخد منه جزء
قدر خد ازاي؟ بالك ما هو كل فلوسه متوظفه، لا قدر ازاي؟ لا بص حضرتك، احنا عندنا في الجهاز المصرفي تتكلمي في 1650 مليار جنيه موجودين. طيب تمام. من ضمنهم من 500 ل 600 مليار قروض القطاع الخاص. تمام. عند حضرتك في حدود 800 مليار موجودين. بتتكلمي في السندات بتاعه الدوله واذون الخزانه اللي موجوده. تمام. الفرق اللي موجود ده كله تقدر تطلعي منه 60 مليار. هي 172 مليار. هو تقدر تطلعي منه 60 مليار. طب ما احنا بقى عندنا لسه هنتكلم على مشاريع ثانيه. لا انا هقول لك الثانيه هتعمل ايه. لا انا بتكلم بس على الجزئيه دي اللي تقدر تعملي فيها. الحاجه الاهم من دي، طب ال 12% الفايده العاليه دي مين يقدر يدفعها؟ طب بس اسمح لي حضرتك، قلت لي في تقريبا 170 مليار ودائع دي غير موظفه، هي دي بقى اللي هيتم الاعتماد عليها. طب ما انا عندي عجز في الموازنه، عندي عجز في الموازنه. الموازنه دي حضرتك 340 ولا 240؟ 240 مليار. طيب الموازنه لما بيجي ياخده بيروح يخبط على البنك يقول له تديني، ممكن البنك يقول له لا مش هديك، روح شوف لك من سكه ثانيه. اما برضه يبقى عندنا مشكله في الاخر. طب انت عندك مشكله في وزاره الماليه حاجه، انما المشكله مش موجوده في تمويل ال 60 مليار جنيه. يعني في فرق بين ده وده. هو هو بص حضرتك، انا شايفه ان في مشكله لان هو في الاخر. لا انت عندك مشكله في السيوله داخل جمهوريه مصر العربيه كلها. بالظبط كده. طبعا داخل الوعاء ده كله. لان بص حضرتك ال 170 مليار في الاخر دول، انا عندي عجز في الموازنه 240 مليار، وعندي مشروعات الدوله بتتكلم عنها ما فيش منها في الموازنه العامه، مش موجود منها ولا مليم. ما هو خد بالك مشروع توسيع قناه السويس ده مش داخل على الموازنه العامه للدوله. بالظبط كده. خالص. بالظبط كده. خالص. ولا معمول حساب. لا لا خالص. وانا بعتمد على بتجيبين من بره. طيب وانا بعتمد على شهادات الاستثمار او القطاع المصرفي زي حضرتك ما بتقول، واللي البعض بيشكك فيه. لا وحاجه ثانيه معلش، وانا بختم. بص حضرتك، انا عندي صناديق استثمار جوه مصر اللي شغلتها بتقوم بتوظيف الاموال بتاعتي وبتاعت حضرتك دي خارج الجهاز المصرفي. ده حضرتك صناديق الاستثمار الخاصه؟ طبعا. طيب لا دي جزء ثاني بقى هنتكلم عليه دكتور صلاح. لا صناديق الاستثمار اللي هي بتاعت مش في البنك الاهلي، في صندوق استثمار محطوط فيه ودائع، والودائع دي خارج الجهاز المصرفي، خارج الرقم ده. الرقم ده هو بيروح يستثمر في شركات وفي مشروعات. هيلاقي اعلى عائد موجود من 12%، اعلى عائد موجود في مصر 11.25. طيب فانا بديله 12. عشان المشاهدين يفضلوا معانا، احنا هنخرج فاصل. وقفنا عند نقطه شهادات الاستثمار، خليه الصناديق الخاصه دلوقتي. تمام. شهادات الاستثمار ازاي هتكون قادره على تمويل هذا المشروع؟ مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود. صرح هشام رامز محافظ البنك المركزي بأنه تم الاتفاق على طرح شهادات استثمار تمويل مشروع قناة السويس بفائدة 12%، والتي سيتم طرحها من خلال بنوك الأهلي ومصر والقاهرة وقناة السويس. أكد هشام رامز محافظ البنك المركزي أنه تم الاتفاق مع البنوك المصدرة للشهادات على بدء العمل بأفرعها حتى 6:00 مساء، وذلك لمدة أسبوعين من بدء طرح الشهادات، مع إعطائها الحرية لمديري الفروع لمد العمل وفقا لنسبة الإقبال. كشف هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري عن أنه تم طبع 6 ملايين شهادة استثمار بمطابع البنك المركزي بدون مقابل كمساهمة من البنك المركزي في مشروع تمويل قناة السويس، كما تم الاتفاق على طبع المزيد من الشهادات خلال الفترة المقبلة. مشاهدينا الكرام، متواصلون معكم من جديد. دكتور صلاح، توقفنا عند مسألة شهادات الاستثمار او التي تعول عليها الدولة في تمويل مشروع قناة السويس. اولا عايز مشروع توسعة قناة السويس. طيب مشروع توسعة قناة السويس، لان في مشروع تنمية المحور ده حاجة تانية. طيب تمام. عايز اقول في الاول يعني نبذه سريعه كده عن هذه الشهادات للمشاهد، لان طبعا في ناس كتير جدا عندها امل ان هي تروح وتشتري وعايزه تعرف بالتفصيل ايه هي شهادات الاستثمار دي، ممكن ازاي تكون مفيده. طيب. تاني حاجه بقى الدوله بتعول عليها، هل هذا كافي دكتور صلاح؟ طيب ايه الفرق بين شهاده الاستثمار والسهم والسند؟ السهم ان حضرتك وانا والناس وعلي ومحمدين وكذا نعمل شركه، نقوم بتكوين شركه، انا داخل بسهمين حضرتك بثلاثه، فلان بخمسه، ونعمل حطينا فلوس يبقى عملنا شركه واسسناها، حطينا فيها الفلوس، ناخد قرار ان الفلوس دي تشتغل في المشروع الفلاني. اخر السنه جابت ارباح جابت خساره، كل واحد ياخد وفقا لنتائج الاعمال اخر السنه. عشان اكون شركه النهارده تقعد لي من 60 ل 90 يوم على الاقل. طب انا في ناس في قناه السويس شغاله وعاوزه فلوس اخر النهار، فيبقى نجنب الموضوع ده شويه. عايزه 5 مليار كل شهر. طبعا. السنه يعني مليار وربع في الاسبوع. يعني 220 مليون جنيه كل يوم. فانت لازم تبقى موجود. طيب نجنب ده شويه. تمام. يبقى انا لا السندات نفس الكلام، انا هدين الدوله، قناه السويس ما بتدينش. طيب يبقى كان الحل الامثل اللي احنا اقترحناه ان يتعمل شهادات استثمار وتكون عائد عالي جدا.
شهاده استثمار باختصار زي شهادات البنك الاهلي اللي كانت فئه الف وفئه ب وفئه ج والكلام من ده. انا بروح البنك اقول له اديني شهادات استثمار في قناه السويس. البنك بيعمل ليا محفظة هناك موجودة، يديني الشهادة. الشهادة دي مدتها سنة، السنة ناخد اخرها 12% عشان نبقى بس بنوضح للناس. ال 12% ممكن اصرفهم كل 3 شهور، يعني كل ربع سنة اصرف دول. طب انا جيت نهاية السنة انا الفلوس محتاج الشهادة في اي وقت، من حق ان انا ارجعها. بس قالوا 5 سنين. حق ان انا ما انا هبيع على الواحد، انا هخرج وهجيب حضرتك تشتري مكان. لكن ما ينفعش اخد فلوسي؟ لا، هتاخد فلوسك مني بقى من اللي جاي. اه لكن ما ينفعش اخدها من البنك. لا، البنك رابطها 5 سنين. البنك رابطها 5 سنين. ما انا بديك اعلى. دي نقطه مهمه للمشاهد ان هو يبقى عارف حاجه تاني بقى، لازم يجيب حد مكانه. تمام. علشان ياخد فلوسه، لكن فلوسه مربوطه لمده 5 سنين. بس في حاجه مهمه جدا. فلس. انا ممكن اديها للبنك واخد قرض بضمانها 90% من قيمه الشهاده. تمام. فانا خلاص يعتبر فلوسي في جيبي. اه ما انا هاخد 90% بضمان. انا ليا 10,000 جنيه من حق، انا محتاج تقول له خد 9,000 جنيه. هل دي ممكن تكون تعجيزيه شويه او تخلي الناس تخاف؟ مش تعجيزيه، مش بس تخلي الناس لا، علشان تقول لا اصلا يمكن احتاج فلوسي بعد سنه. لا، انا بديك اعلى عائد. اعلى عائد يبقى انا عاوز استثمار طويل. ما خدي بالك السنه الاولانيه اللي انا اللي الدوله هتصرف فيها العائد 12% الحكومه ما جابتش عائد. دي بتحفر لسه. بس انا بديك العائد وانا لسه ما اشتغلتش. طب هديك منين؟ انا ايرادات قناه السويس قلنا هتزيد من 5-5.5، تبقى في حدود 9 أو 10. الفلوس الزياده اللي موجوده لو انا لميت 60 مليار بعمل 12%، يعني في حدود 7.2 مليار جنيه. تمام. مصري. دولت قيمه الفوائد اللي انا محتاجهم اول سنه. يعني قناه السويس هتستغنى عن $1 مليار من عندها من ايراداتها اول سنه تدفعهم، مقابل انها تبقى وسعت وعملت استثمار كبير يجيب لها 100% تاني. طيب ده فيما يخص الجزء بتاع المشاهد ان هو يعرف الشهادات دي. وميزه الشهادات فيها حاجه، اولا ما يقدرش يحجز عليها اي حكم قضائي. الاسهم ممكن احجز عليها، السندات احجز عليها. دي خاليه من الضرائب، غير خاضعه الضرائب على الاسهم والسندات. يعني ببساطه شديده هي زي الشهادات اللي موجوده في البنوك، الحكوميه المصريه، ولكن بفائده اعلى. 4 بنوك، الاهلي والقاهره ومصر. ليه الثلاثه دول بنوك وطنيه؟ دي واحد بس، مش عمليه وطنيه بس. انا النهارده لما الحكومه تدفع 12%، البنك لما يجي يعمل العمليه دي يقول للحكومه اديني مصاريف ليا واحد او اثنين، يبقى كان التكلفه على الدوله 14، مش كده؟ البنوك قالوا لا احنا دولت مش هناخد، وحط عليهم بنك قناه السويس. ليه؟ لان بنك قناه السويس هيئه قناه السويس مشاركه فيه في المؤسسين بتوعه، فيبقى هو من ضمن الحاجه اللي نقدر نشتغل معاها بدون اي تكلفه. طيب دي نقطه اللي هي بتاعت المشاهد اللي هو ايه، يعني وضحنا ايه هي الشهادات بالظبط. في نقطه تانية بقى، التعويل على هذه الشهادات في التاريخ يا دكتور صلاح، عمرنا ما شفنا ان في اكتتابات او شهادات نزلت وجابت كل المليارات دي. وحضرتك معلش المقارنه بمدينتي مقارنه لا قد تكون يعني مش مظبوطه، بس هقول لك. طيب أتفضل. ازاي بقى الدوله دلوقتي بتعول على كل المليارات دي انها تيجي؟ يعني ولا حافز قومي ولا حافز مادي ممكن يجيب كل المليارات دي؟ طيب. ازاي بقى؟ هدي لحضرتك حاجه من التاريخ برضه لما ذكرت التاريخ. يوم 7/5/20 واحد وقف في مصر اسمه طلعت باشا حرب. قال بلم انا جبت التاريخ بس ما جبتوش لغايه سنه 20. قال هلم 80,000 جنيه اعمل بنك مصر. 20,000 سهم، السهم ب 4 جنيه للناس كلها. تم الاكتتاب فيه خلال 72 ساعة. يوم 26 يوليو 58 وقف واحد في الدولة هنا اسمه جمال عبد الناصر. طلع من جيبه 100 جنيه وقال انا هعمل شركة اسمها الحديد والصلب. 100 جنيه السهم ب 4 جنيه، ادي تمن 25 سهم باسم اولادي يبقوا موجودين. ده اتملت الكلام ده خلال 5 ايام. افهم من كده ان التعويل هو الحافز القومي والوطني، ان هو كدا اللي يطلع الفلوس، لكن مش حافز مادي، لان هي في النهايه هي شهاده، حتى لو كانت شهاده عاديه بزيادة. بس انا بديك 2% عائد اكبر. حتى او بديك عائد اكبر. الناس اللي جايه تحوش النهارده هديك عائد اكبر. انت هتعملي حاله من حالات الزخم اللي هو ايه؟ تلميذ عنده حصاله يروح اول الشهر يقول لك اديني شهاده. ما عندنا صندوق تحيا مصر في مثال لسه، حتى في يعني لا. مثال لسه قريب. في فرق بين كان في تعويل من رئيس الجمهوريه ان هو يكون 10 مليار. لذلك انا قلت اللي خرج طبعًا. اللي خرج وحتى في لقاء الاعلاميين ان هو 2 مليار تقريبا. لا لا لا، طيب ده رئيس الدوله كان مش بيقول 10، كان بيقول انا عاوز 100. اللي جم لحد الدقيقه اللي انا قاعد مع حضرتك فيها ديت لا واحد، كان هو بيقول 100. كان فعلا اللي جه 1.6 مليار، من ضمنهم 1.1 القوات المسلحه اللي دفعها، يعني 500 مليون جنيه بس رجال الاعمال اللي دافعينها.
طيب ما عشان غلط. طيب ما عشان كده حضرتك بتقولي بقى، حضرتك رجعت للتاريخ اه طبعا يعني لنقاط مظبوطه في التاريخ، بس النقاط كلها بتتمحور حول الفكره القوميه. تمام، في تحيا مصر حضرتك انا جاي اتبرع احط من جيبي ومش هاخد عائد في ديت، انا هاخد جزء وطنيه وهاخد عائد 12% اعلى من اي عائد. طيب في حاجه بقى، في حاجه فانت في عائد انا كنت من ضمن الحاجه اللي ركزت عليها، لازم اعمل عائد مغري للناس يخليه يطلع الفلوس اللي تحت البلاطه يشتغل بيها. طيب فلنفرض بقى ان جزء من الناس ما طلعوش الفلوس اللي تحت البلاطه، ولكن الفلوس اللي في البنوك اللي هي شهادات مثلا خلصت او خد منها خد جزء منها وحطها في الشهادات. تمام. هل في الحاله دي هيكون في فايده في الاخر بقى اللي موجود بقى في القطاع المصرفي؟ لو تم دوت يبقى انت في الاخر بتدوري في داخل الشنطه اللي موجوده فيها الفلوس. بالظبط كده، في مشكله في القطاع المصرفي. طبعا وفي مشكله في التمويل. بالظبط كده. طيب هل ده تم اخده في الحسبان؟ يعني دي يمكن فكره بسيطه جات للواحد. لا مش بصي انا بقول اصل في حته، انت ال 60 مليار ده رقم بسيط، ما هواش رقم كبير. رقم بسيط تقدر تلميه قريب، يعني الناس بس مش واخده بالها، لا تلميه قريب. خالص قريب قوي. امتى الشهادات نزلت ولمينا حتى ولو يعني مش هقول نصه يعني تلت المبلغ ده؟ ما الشهادات لسه ما نزلتش. ده لا انا بقول لا، اما بيكون في يعني اكتتابات على حاجه ما بتلمش المليارات دي. ليه انت عندك اكتتابات على شركه الاتصالات لمت 5 أضعافها؟ بس اللي هنا المقارنات مش ما هو دولت الناس طلعت من جيبها نفس الكلام. في الاخر اللي بيحرك الناس الحافز المادي، عشان يبقى جزء وطنيه وانا هاخد شهاده. الحافز الوطني. لا احنا هنا في النقطه دي حافز وطني. في الاخر في حافز مادي انا بديله 12، لو حط في قلب البنوك بياخد 10.5، 11 الا ربع، انا بديله 1.5 بزياده فبيجي لي بس. طيب تمام، نخرج بقى من نقطه شهادات الاستثمار ونتكلم على يعني برضو يعني في نفس فكره القوانين. هل دلوقتي في اي احتياج لقوانين محدده فيما يخص مشروع قناه السويس؟ تمام. او توسيع قناه السويس؟ تمام. مصر محتاجه، وده احنا قلناها كده على الملا قبل كده كتير، مش تنقية جميع التشريعات اللي موجودة، لا، ناس في التشريعات القديمة عمل تشريعات جديدة. انت عند حضرتك تشريعات فيها قوانين موجودة من 1811 سارية حتى الدقيقة اللي انا مع حضرتك فيها دلوقتي، يعني بعد 203 سنين 200 سنة وثلاثة في قوانين سارية. ما ينفعش، يبقى انا لازم اغير القوانين اللي موجودة دي تكون قوانين جاذبة للاستثمار وليست قوانين طاردة للاستثمار، وده اللي بيتعمل حاليا بالمناسبة. يعني أنا في معلومة إن في هيئة من المستشارين من قضايا الدولة والقضاء الأعلى والحاجات ديت، مجلس أعلى القضاء، بيعملوا تنقية المشروعات اللي موجودة، علشان في الآخر أنت عندك فرصة من هنا لمدة 70 يوم، ما عندكيش مجلس شعب، تقدر تطلعي مجموعة من القوانين تكون جاذبة للاستثمار وتعمل على طمأنة المستثمر الخارجي. ما هي طبيعة هذه القوانين؟ وكان في قوانين للرئيس عدلي منصور مؤخرا، أيضا قوانين خاصة بالاستثمار، البعض رأى أن القوانين دي يمكن بتقيد حرية الاستثمار. حرية الاستثمار في القوانين اللي طالعة اللي أنا علمت منه قوانين فيها حوافز للاستثمار. الحاجة المهمة الثانية أن قوانين المستثمر اللي بره، أستاذ عاوز مني 5 حاجات. أي مستثمر رايح دولة عاوز منها 5 حاجات: سهولة وحرية دخول أمواله، سهولة خروج أمواله، استقرار التشريعات اللي موجودة، احترام الحكومة لتعاقداتها اللي موجودة، يخفض نسبة الفساد. انت هتطلعي مجموعة من القرارات اللي جاية لحوافز الاستثمار اللي موجودة ولاحترام الحكومة لتعاقداتها، وده ما كانش موجود. طيب بس يعني معلش حضرتك اسمح لي، فيما يخص مثلا القوانين الاخيره كان في تحصين تقريبا، يعني ممكن نقول ان هو تحصين للعقود الحكوميه. العقد بيكون ما بين المستثمر ويكون ما بين الحكومه، ما فيش اي حد يقدر يعني يطعن على هذا العقد الا طرفي العقد. هل حضرتك شايف ان ده في الصالح؟ وعندنا يعني لو رجعنا بقى القضايا والطعون عمر افندي وغيره كله طيب كل الحاجات دي كانت هترجع ازاي لو ما كانش كان عندنا قوانين بتسمح لاي حد ان يطعن على العقود؟ طيب دي بص حضرتك، في فرق ما بين ان انا اعمل قانون فيه فاسد وانا احمل فساد، وفرق ان انا هعمل صفقه بين الدوله وبين مستثمرين واضحه للناس، في لجنه قبليها، رقابه قبليها. ما انت المشكله ان ما عندكيش رقابه يعني قبل ولا رقابه لاحقه. يعني المفروض انا لجنه جينا نبيع مشروع شركه معينه، قال والله اتحدد ب5 قروش، بس في شروطها ان انا ممنوع اهد البنايه اللي موجوده، ممنوع اغير النشاط، اعمله من دجيني مثلا اعمله نشاط سياحي او سكن. مين هنا اللي بيراقب في الرقابه اللاحقه؟ انا ما عنديش، فده هتتكون لجنه لده، لان لازم الدوله تحترم تعاقداتها. ده كلام مفصلي.
طيب انا هرجع معاك لنفس النقطه، بس اسمح لي دكتور صلاح بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود. صرح هشام رامز محافظ البنك المركزي بأنه لا يجوز استرداد شهادات قناة السويس قبل عام من تاريخ إصدارها، لافتا في الوقت ذاته إلى أن المركزي حدد قواعد الاسترداد كاملة للبنوك المصدرة. توقع هشام رامز محافظ البنك المركزي أن الحصيلة المستهدفة للشهادات تبلغ نحو 60 مليار جنيه، كما أنه من المقرر وقف طرح الشهادات بالبنوك المصدرة عقب تحصيل المبلغ المطلوب للشهادات. عقدت جمعية المصريين بإيطاليا مؤتمرها الأول لدعم مشروع قناة السويس بعنوان دعم قناة السويس الجديدة معا إلى العبور الثاني، بهدف تشجيع الجالية المصرية على شراء شهادات استثمار المشروع ودعم الاقتصاد المصري. متواصلون معكم من جديد. دكتور صلاح، كنا توقفنا عند القوانين، قوانين الاستثمار، وهل توافق على القوانين التي خرجت في الوقت يعني القوانين اللي خرجت ايام المستشار عدل منصور؟ انا كنت من انصار النفر الضريبه على تعاملات البورصه وليس على ارباح البورصه. ارباح البورصه فيها مشكله في التحصيل، معقده جدا للشركات والهوت ماني اللي جاي والصناديق اللي جنبها. تعاملات البورصه معناها وانا بشتري وبدفع الضريبه اللي عليها، وانا ببيع بدفع الضريبه اللي عليها، خلاص ماليش علاقه بقى في اخر السنه انت كسبت كام، ده خسر كام. انا بشتري اسهم بمليار جنيه، بس هيتضرروا. لا يعني بالعكس، انا نسبة 5%. خدي بال حضرتك، أنا النهاردة معايا 1000 جنيه رحت أشتري بيه مجموعة من الأسهم، 5% دفعت بقى خدت 950 جنيه 995 جنيه، تفرق معايا ال 5 جنيه؟ مش هتفرق، مش كده؟ طب بس هل الضريبة دي مثلا تكون تصاعدية لو الناس بقى بتشتري بمليارات؟ لا لا، 5 بالألف مقطوعة خلاص. فأنا لو بشتري بمليون أنا بحدد 5000 جنيه. الراجل اللي قبض مليون في جيبه مش هتفرق، مش هيديروا إن مليون إلا 5000، والراجل اللي دفع مليون مش هيديروا إن مليون و5000، بس الدولة تكسب تبقى رايح البلد، خلاص. هو ده يعني، هي المشكلة إن القانون ساعات بيظبط برضه الخبراء اللي موجودين ما بيتدخلوش فيه أوي. طيب حضرتك يعني طالما بنتكلم على القوانين، حضرتك يمكن قلت كلمه المره في الفاصل اللي فات ان قبل البرلمان يكون في حزبه من التشريعات ممكن تطلع طبعا. طيب هل ده من الممكن ده يعني؟ ليه انت النهارده عاوزه؟ هو في ناس ثانيه بتشوف ان هو مش مفروض، بس انا بتقول ان هو المفروض يستنوا البرلمان وما يكونش في قوانين غير للضروره. ما تمام، القوانين اللي طالعه قوانين جاذبه للاستثمار. انت ما عندكش رفاهيه الوقت، يعني رفاهيه ان انا يبقى في وقت، ما خلاص خلص الليله دي انا في الديت تايم، ما عادش في رفاهيه وقت خلاص. فطلع دولت، انا محتاج مستثمرين. ده بقى يجي لو انت النهارده عاوزه تقومي بعمل مشروع جديد زي تنميه غرب اسكندريه. بس ده يثير التخوفات خصوصا في القوانين السابقه وتقنين الفساد بالقوانين يا دكتور صلاح. لا ما انا بص حضرتك، يعني الاستثمار يجي لما يكون في استقرار سياسي ويكون في استقرار امني في الشارع المصري. طيب، مش لازم بقوانين، خصوصا مع عدم وجود برلمان. انا من انصار ايه حضرتك، الاقتصاد مرض السياسه تعرض. عالجنا المرض زال العرض. يعني ايه؟ هل النهاردة المظاهرات اللي موجودة والناس والوقفات الاحتجاجية والمصانع والعمال وكذا دي هتزول لو انا عملت استقرار وسجنت الناس، ولا هتزول لو انا شغلت الناس؟ انا من انصار لو انا شغلت الناس خلاص هو مش هينزل مظاهرة، هيبقى عنده اشكالية في العمل بتاعه مش فضيلي خلاص. يبقى انا لازم اعالج المرض اللي موجود. المرض اللي انا عالجه ان انا اوجد اخلق فرص عمل جديده. المرض اللي انا عالجه ان انا ازود معدلات النمو بتاعتي من 2.1. يا استاذه احنا عندنا معدل نمو النهارده الاقتصاد بيزيد كده 2.1، عدد السكان 2.4 بيزيد، يعني في 3 بيتولدوا كل سنه مش لاقيين لاكل ولا شرب ولا سكن ولا طريق ولا تعليم ولا عربيه. ينفع ضد المنطق؟ يبقى انا عاوز ازود التصنيفات الائتمانيه ان مصر ممكن تكون من يعني اكثر الدول المهدده بالافلاس، ده حقيقي؟ لا فعلا دكتور صلاح؟ بص حضرتك عشان نبقى قايلين، مصر مأزق اقتصادي ده لا جدال فيه. مصر على مشرفه على الافلاس؟ لا. الافلاس اللي هو ايه باختصار شديد؟ مصر عليها مديونيه خارجيه النهارده في التاريخ 1 سبتمبر 2014 يعني كمان ساعتين كده 50 مليار دولار. ال 50 مليار دولار بدفع عليهم قسطين للفايده، واحد في يناير واحد في يوليو. لو انا ما جيتش دفعت قسط الفايده حضرتك يتقال والله تعالى يا عم خبط عليك انت عندك افلاس. طب انا دفعت القسط في ميعاده. بالمناسبه قيمه القسطين لا يتجاوز ال 2.5 مليار دولار.
فكلام فارغ. طيب كان في تعويل على يعني اللي هيجي خاصة من الدول العربية، هل كان التعويل ده مبالغ فيه خاصة ان يعني في الفترة الأخيرة ما حدش سمع ان في حاجات جاية من الدول العربية؟ لأن العامة والحكومة رفعت سقف التوقعات ان انا اللي جاي من الدول العربية خاصة من السعودية والإمارات والكويت جاي نوع من المعونات والمنح وكذا. لا، انا اللي عاوزه استثمارات اكتر. انا مش عاوز منح ومعونات، انا عاوز سياحة وعاوز استثمار. انا اخد منحة النهاردة، طب انا حطيتها عندي وديعه موجوده في قلب البنك، ما انا هسددها نهايه الفتره. انما لو في استثمار، انا دخلت بالارض وبالعماله وحضرتك دخلت بالفلوس، عملنا مشروع، انت كسبت وانا كسبت، مش كده؟ زود معدلات النمو، امتص جزء من البطاله اللي موجوده، هو ده الاحسن. طيب كل ده تعويل على الاستثمارات في الاخر بقى عشان تعويل على الاستثمار صح. يبقى انا لازم الناس النهارده المستثمرين عندهم شغلانه ضد مصر. يعني انا النهارده هجيب ناس اماراتيه، هجيب ناس من السعودية، هيجي المستثمر الإمارات والسعودي يقول لي والله أنت كويس وأنا عاوز أقف معاك، بس أنت أخويا السنة اللي فاتت عامل له مشكلة. قالت إن يعني إن في دول عربية بتدي مسودة قوانين لرئيس الوزراء، الكلام ده كان أيام من دكتور حازم البلاوي، هل يعني ده ممكن نعتبره تدخل في السيادة الوطنية أما نلاقي إن الدول هي اللي بتجيب مسودات القوانين علشان تقترحها؟ وازاي يكون استثماراتها هنا في مصر خصوصا مع القوانين المحدده اللي هي طلعت وقت الرئيس عادل منصور واللي كان عليها البعض بيعترض عليها وشايفه ان دي نوع من يعني مش دستوريه حتى. هو في نوع من انواع الخلط برضه، هو اللي جاي يجيب مسوده قانون بيجي يقول له يا عم انا باجي اشتري، انتوا بتعلنوا النهارده عن حاجه، الحكومه بتعلن عن بيع قطعه ارض، بيع الشركه الفلانيه، انا ببيع اجي اشتريه، تيجي بعد سنتين الراجل اللي مضى لي ده يتسجن وتدخلني انا السجن معاك وتاخد فلوس. ينفع؟ احنا عندنا قوانيننا ما بتقولش كده. يقول له ازاي؟ يقول له ادي القانون بتاعنا اهو شوفوا، ما بيقولش كده، ما تعاملونا زي ما بنتعامل في بلادنا علشان نقدر نجي لكم. في الاخر انت اللي محتاج المستثمر. طيب بس الأبدى برضه بقى سياسيا ان يكون في برلمان في اسرع وقت عشان يتم تشريع القوانين بدل لجنه الاصلاح التشريعي، ما هي اللي تقوم يعني بتشريع هذه القوانين وبعد كده يجي برلمان يعيد النظر في هذه القوانين مره اخرى. كويس، انا النهارده علشان استنى 70 يوم وبعدين تحصل انتخابات فيها 30 يوم تانيين بستنى 100 يوم، طب ما انا لو في قانون اقدر اطلعه ويجذب للاستثمار ويعمل لي مصلحه، طب ما انا اجيبه لما يجي البرلمان. هو البرلمان هيعترض على قانون موجود جذب للاستثمار؟ اكيد لا. انا يعني ما طيب حضرتك معنى كده ان في حضرتك معلومات مؤكده ان في الفتره الجايه هتكون في قوانين طالعه تخص الاستثمار؟ القوانين دي هتقول ايه بالظبط او هتعمل يعني قوانين لحوافز الاستثمار؟ لا مش عايزين الابتسامه دي. لا، قوانين لحوافز الاستثمار هتطمن المستثمر اللي موجود، هتطمنه. القوانين دي هتكون خاصه بمشروع قناه السويس؟ لا، بالمشروعات كلها القوميه هنا. الاراضي يعني في حته انت عندك اشكاليه هنا فيها. انت عندك بقى لو قلنا في تنميه محور قناه السويس بالكامل اللي هو الست محافظات اللي هو بورسعيد والاسماعيليه والسويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، وسط سيناء، المحافظه الجديده. انت عندك بتقول والله انا مصر عندها حساسيه ناحيه قناه السويس، طب انا لما اجي انمي دولت ما انا عاوز اعمل مشروعات بناء السفن، مشروعات بناء حاويات، مشروعات مجمعه موجوده، مش كده؟ دولت انا خبراتي لوحدها تقدر تجيب الناس دولت، ولا عاوز نوع من انواع الخبرات الاجنبيه والتمويل الاجنبي والاستثمار الاجنبي؟ هتيجي تقول لي هنا لا انا مش هقدر اخد في سينا الارض بتاعتها. لما في حاجه كده تبقى مقترحه يبقى انا رضيت الناس اللي موجودين، بعدت عن سينا، بس في نفس الوقت هو ليه شراكه، فلوسه مضمونه، اللي موجوده اللي جاي يعمل مشروع ده موجود مضمون، يقدر ينمي، يقدر انا اوظف فرص عمل وخلافه. هرجع لحضرتك بقى للقوانين اللي احنا مستنيينها. في فعلا قانون الضريبه العقاريه اللي طلعت فيه، قانون الضريبه على الدخل، الضريبه التصاعديه 5%. 5% فيما يخص ايضا قانون الضريبه العقاريه، حضرتك لو تدينا نبذه سريعه عنه جدا، وهل نحن في حاجه الان الى مزيد من القوانين؟ طيب الضريبه العقاريه باختصار ايه؟ الضريبه العقاريه موجوده في مصر اعتبارا من سنه 39 ايام الحرب العالميه الثانيه، بدايه الحرب 39 فرضوا ضريبه. من ضمن الضرائب اللي اتفرضت، مصر ما كانش فيها ضرائب قبل كده، طلعوا قوانين الضرائب كلها اللي هو قانون 14 ل 39، من ضمنها الضريبه العقاريه بندفعها اللي هي معروفه عندنا باسم العوايد. ليه العوايد؟ لانها عاده كل سنه مصر الملك فيها بيدفع الضريبه مره في السنه، فتبقى عاده موجوده عليه فسميناها العوايد. طيب الضريبه دي قالوا ايه؟ افرضها على جميع المباني اللي موجوده داخل كردون المدينه. داخل كردون المدينه، كردون المدينه ده مفروض بيتعدل كل 5 سنوات،
بيحصل انتشار وبيحصل زيادة في الحاجة، فأنا عدل القانون. آخر تعديل لكاردون المدينة في قلب مصر سنة 66. يعني هدي لحضرتك معلومة، هل تعلم أن الساحل الشمالي كله في مصر خارج كاردون المدينة؟ مع المباني اللي فيه كلها والفيلات والقصور والشاليهات والكلام ده خارج الكردون، فما تفرضش عليه ضريبه. شرم الشيخ كلها، الغردقه بالكامل، طريق مصر اسكندريه، طريق الصحراوي، طريق مصر اسماعيليه، طريق مصر عين السخنه، القاهره الجديده كلها، كل دول خارج الكردون. فانت بتعولي النهارده بتعملي ايه بقى؟ القانون الجديد ان انا دخلت جميع مباني جمهوريه مصر العربيه اللي هي على مساحه 1,000,000 كيلومتر مربع 238 مليون فدان يخضعوا للضريبه العقاريه. دي نمره واحد. هيجيب حصيله؟ هيجيب لك في السنه على الاقل 5 مليار جنيه. المفروض ان القانون ده صدر بالفعل ايام حسني مبارك سنه 2008. كان قانون 186 لسنه 2008. الناس رجال الاعمال عشان يتمتعوا بقوه قتل ثلاثيه، صوته عالي، شوكته قوية، عظمته جامدة، لم يتم تطبيق القانون حتى الآن. لحد ما جه المشير السيسي وقال هنطبق القانون، وهنطبقه بس بسنة بدل ما 6 سنين رجعوا لورا من 1/7/2013. هيطبقوا فيه. يعني الناس هتدفع بأثر رجعي؟ طبعا، ما أنت عندك أول السنة هتدفع عن المدة من 1/7/2013. إزاي الناس هتدفع إزاي؟ العوائد بتاعتها. بيتم تقييم العقار، أولاً كل واحد ليه عقار بيته اللي ساكن فيه يبقى معفي من الضريبة في حدود 2 مليون جنيه. يعني بيت 2 مليون أو أقل أنا معفي من الضريبة فيه. الضريبة هتكون قد إيه بقى؟ الضريبة 10% من القيمة الإيجارية، يعني إيه؟ أنا عندي بيت بمليون جنيه. تمام؟ وده أولاً لو أنا عندي أكتر من وحدة موجودة، هعفي وحده لو اقل من 2 مليون اللي انا للسكن الخاص، الباقي هيخضع بالكامل. هنقول وحده بمليون جنيه، بشيل منها 40% اللي هي التكلفه الاستثماريه يبقى 600,000. 600,000 اضرب في 10% اللي موجوده، بشيل 30% والباقي في 3%. يعني يطلع لك كده بتدفع من المليون جنيه الوحده في حدود مثلا نقول 900 جنيه في السنه. يعني كل مليون جنيه لوحده زياده، لوحده زياده 900 جنيه في السنه. بالزبط. طيب ده فيما يخص الضريبه العقاريه. دكتور صلاح، يعني احنا بنتكلم على كلها قوانين في الاخر تجيب دخل للدوله. طيب في حاجات كتير بقى الناس تتكلم عنها زي الصناديق الخاصه. تمام. الصناديق الخاصه دي فيها كام حضرتك تقديرك لها؟ وليه ما يكونش في قوانين بقى؟ طيب يعني اولى ما هو ده هيطلع من ضمن الحاجه. بص، قوانين الصناديق الخاصه هيتم ضمها للموازنه؟ الموازنه العامه للدوله. اول واحد اتكلم في الصناديق الخاصه العبد لله سنه 2009 وخدوه ودوه النيابه وقالوا مش حاجه اسمها صناديق خاصه ونصبه وكذا. طيب ممكن حقيقي حصل دكتور صلاح، حضرتك كنت اول واحد اتكلم في الصناديق الخاصه. اسمح لي هرجع لك بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود. أكد فؤاد شاكر الخبير الاقتصادي ورئيس اتحاد المصارف العربية سابقا أن شراء شهادات مشروع قناة السويس من قبل المواطنين مصدر ثقة، لأن أمواله محفوظة ويمكنه الاقتراض عليها، مشيرا إلى أن شهادات الاستثمار عملت على إنعاش الاقتصاد المصري، حيث توفر في أول عام حوالي 35 مليار جنيه للدولة. أطلق الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مشروع تطوير منطقة جنوب مارينا في إطار المخطط الاستراتيجي العام والمشروع القومي للساحل الشمالي الغربي، بهدف تمويل المنطقة البالغة حوالي 3,500 فدان إلى مركز سياحي عالمي. أكد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط أن الحكومة تتجه نحو إحياء مشروع تشكا الذي سيستغرق نحو عام ونصف، لافتا للتعاون مع وزارة الإسكان لإنشاء وحدات سكنية ضمن خطة تطوير المشروع. مشاهدينا الكرام، متواصلون معكم من جديد. دكتور صلاح، تتكلم عن حزمة من القوانين من المفترض أن تخرج يعني في وقت لاحق، تتكلم عن قوانين للاستثمار، قوانين دم الصناديق الخاصه بالكامل للموازنه العامه للدوله، ودي فيها ما يقرب من 97 او 100 مليار جنيه موجودين. طبعا ده كل دوت ينعش الموازنه العامه للدوله. وحاجه ثانيه يحط، لان انت النهارده عندك اشكاليه في تطبيق الحد الاقصى للدخل، برضو ما كانش حد اتكلم عليه غيرنا ورحنا بيه بقى. انا كل حاجه طلعت رحنا فيها النيابه مرتين ثلاثه يعني، فكانت من ضمن الحاجه برضو ان انا احط حد اقصى للدخل اللي موجود. الفرق اللي هيتعمل في
في الدخل اللي موجود نتاج الحد الاقصى ده بيعمل وفرات للموازنه العامه للدوله. ضم الصناديق الخاصه يعمل وفرات للموازنه العامه للدوله. القانون الضريبه العقاريه لو انا عملته هيجيب لي من 4.5 ل 5 مليار جنيه مصري، ادي وفرات للموازنه العامه للدوله. طيب قانون يعني فيما يخص الصناديق الخاصة، هل حضرتك متأكد من المعلومة دي ان احنا ممكن بالفعل يكون في قانون يضم هذه الصناديق؟ 15 سبتمبر عشان بس رايح حضرتك. قبل 15 سبتمبر ان شاء الله هيكون في قدرة فعلا، يعني خطوة جامدة. معلش وبعد اذن حضرتك خطوة، وكان النهارده عندك ناس كنا مستنيينها من كتير. طبعا عندك ناس موجودة في الجهاز الإداري للدولة شايفة انه انت بتسحبي منهم ال بالظبط كده. يعني كان في حديث ان الصناديق الخاصه لوزاره الداخليه لعدد من وزارات وزاره البترول مليارات. طبعا هل يعني طيب وزاره الداخليه لوحدها فيها 13 مليار جنيه صناديق خاصه. طيب هل سيكون المحافظات هناك؟ المحاجر الاعلانات المستشفيات وزاره الصناعه. عارفه الرخص اللي كانوا بيتحاكموا عليها اللي هو مثلا زي احمد عز وكذا اتحاكم على انه خد 10 سنين على انه والله لما جه يبني مصنع مش عارف ايه ما دفعش قيمه الرخصه 450 مليون جنيه. ده ما بتخشش الموازنه العامه للدوله، تخش صندوق خاص وزاره الصناعه. طيب احنا هنستنى دكتور صلاح، هنشوف حضرتك يعني الخبر اللي انت خصتنا بيه، هل فعلا هيكون في قانون بضم الصناديق الخاصه، واللي دكتور صلاح شايف ان الصناديق الخاصه دي بتضم 100 مليار جنيه تقريبا. حضرتك في كلام بقى عن حاجات كتير، في كلام عن الاموال المهربه للخارج، يعني احاديث عن 134 مليار، هل من الممكن يكون في خطوات في الفتره القادمه؟ الخطوات اللي اتخذت اعتبارا من 25 يناير 2011 لحد الان خطوات ماشيه في الطريق الخاطئ لتحصيل هذه الاموال، فبالتالي ما كانش ينفع. في طرق محدده لتحصيل الاموال اللي موجوده. الطرق ديت باذن الله برضه هيتاخد جزء منها، مش هيجي المبالغ دي، بس لو جه منها 20% يبقى كويسه. طيب 20% يعني بتتكلمي حضرتك في 25 مليار جنيه. طيب متاخرات بقى ضريبيه، وعايز اعرف حضرتك الرقم منك، لان في ارقام يعني بتقول 700 مليار وفي رقم بيقول 125 مليار. لا لا، الرقم الحقيقي اللي موجود لحد يوم 15 اغسطس 2014 حوالي 79 مليار جنيه متأخرات، نقول 80 مليار جنيه متأخرات. تمام؟ احنا هيطلع قانون برضو بالتعديل بناء على اقتراح، احنا قلنا نعدل في القانون كلمة واحدة، نضيف كلمة واحدة بس. الكلمة دي بتقول ايه؟ القانون بيقول لك سداد الضريبة نقدا. احنا اقترحنا وعينا. عينا يعني ايه؟ يعني اخد جزء من اسهم الراجل، عنده جزء من الاراضي مصلحه الضرائب تاخدها، تعمل وزاره الماليه محفظه عندها، يبقى المحفظه فيها اسهم موجوده من الشركات اللي هي عليها المتاخرات الضريبيه، اقدر انعش البورصه موجوده والم فلوس. طيب انا حضرتك بتقول ان في قانون هيطلع عشان المتاخرات الضريبيه؟ طب واحنا محتاجين قانون ليه؟ دي ده مش محتاج قانون. لا يعدل ما القانون الضريبه نقدا. هو بس هيخليها عين وعينا. كلمه واحده بس. طيب انا بتحدث بقى تحديدا عن المتاخرات الضريبيه لرجال الاعمال، هل سيكون هناك قدره للرئيس وللحكومه المصريه ان هي تقف قدام رجال الاعمال وتقول لهم هاتوا المتاخرات الضريبيه اللي عندكم؟ ما هو دوت النهارده ده بقى جزء سياسه. تمام. ازاي هيقدروا يقولوا لهم رجال الاعمال؟ هيقول لحضرتك انا ما عنديش سيوله. صح. فاحنا لذلك اقترحنا كلمه عين. طب هتقدر تدينا يا بيه بضاعه من اللي عند حضرتك؟ لا والله البضاعه دي بتاعت الاستاذ سوزان مش بتاعتي. طب يا عمنا عندك اراضي فاضيه؟ لا والله. طب انا هاخد جزء من اسهم الشركه بتاعتك. هيطلع طيب الفلوس. طيب طيب المتاخرات الضريبيه دي او القانون والتغيير في القانون ده نتيجه ان صندوق تحيا مصر الناس ما اتبرعتش فيه؟ انا مش عاوز اقول كده، انما في الاخر الدوله ليها متاخرات ضريبيه 80 مليار ليها في التصالح، لو اتصالحت مع الناس المخالفين في البناء للاراضي اللي خدوها من زراعه حولوها منتجعات فوق ال 260 مليار جنيه مصري. وده هيتلموا اليومين اللي جايين دول. طيب هنشوف يا دكتور صلاح. يعني حضرتك بتقول لنا كلام كله متفائل وصناديق خاصه ومتاخرات ضريبيه ب 80 مليار، مش هنحتاج بقى الضريبه العقاريه ولا الضريبه التصاعديه ولا الضريبه العقاريه دي موجوده في كل دول العالم بالمناسبه. لا بس دي حاجات بتجيب 5 مليار وحاجات بتجيب 2 مليار، واحنا بنتكلم في 80 مليار وبنتكلم في 100 مليار و200 مليار وكده. طبعا. طيب تمام. هاجي بقى مع حضرتك لموضوع مهم جدا، هو موضوع بقى دعم الطاقه. يعني او شيل الدعم من على الطاقه. فيما يخص المصانع كثيفه الاستهلاك. عندي كده تصريحات من وزير البترول وكان معايا بيقول ان 80% من دعم الطاقه ده بيروح ل 20%. ايه؟ بيروح ل 20%. بيروح ل 20% بالظبط كده، بيروح ل 300 شخص. عندنا تصريحات ثانيه كانت من وزير الصناعه السابق بيقول تقريبا نفس الحكايه، بيقول 100 مصنع بياخدوا تقريبا 70 او 80% من دعم الطاقه. تمام. طيب
حضرتك شايف الحل ايه؟ وعايزه بقى تحديدا رايك فيما يخص اسعار الغاز الجديده واسعار المازوت الجديده، وهل شايف ان حضرتك فعلا كانت كافيه الزيادات اللي حصلت في الفتره اللي فاتت فيما يخص المصانع كثيفه الاستهلاك للطاقه؟ انا من انصار اللي هقوله لحضرتك ده، انا بدعم الصناعات كثيفة استخدام الطاقه اللي هي ايه، الحديد والاسمنت والاسمده والسيراميك والالومنيوم والورق، دول لك ست انواع. والطوب كمان معاهم، طوب دي امين، دي داخله لوحدها، انما دي كثيفة استخدام الطاقه. طيب انا بدعمهم ليه؟ الهدف من الدعم ان انا اخد منتج بسعر اجتماعي اقدر ابيعه للمواطن المصري الغلبان، يقوم يديني بيت رخيص، يقوم انا اقدر اجوز الناس والناس تشتغل ويبقى الدنيا مرتاحه. طيب لو انا خدت الصناعات دي عملتها وصدرت من 40 ل 50% منها بعته بره بالسعر العالمي، مش انا كده والراجل بياخد ثمن السعر العالمي، مش انا كده بدعم صاحب المصنع بس بديله فرق الدعم ده؟ طيب لو انا هنا ببيع جوه في السوق المحلي باسعار تفوق السعر العالمي يصلح حقيقي. طيب لو انا هنا بكسب 300% في بعض الصناعات زي الاسمنت، تمام، تكلفه طن الاسمنت 290 جنيه ابيعه ب 850 جنيه ازاي؟ ضد المنطق. انا من انصار ان يا اخوانا انتوا شلتوا 30% من دعم الطاقه، لا شل دعم الطاقه بالكامل على الصناعات كثيفه استخدام الطاقه. الناس هتقول لك الاسعار تولع، نقول له لا، هيعمل قانون اهو، وخد دي تاني حد اقصى الهامش الربح زي دول العالم. فالصناعات التعدينيه ما تزيدش عن 35%. ليه الرئيس ما كانش قادر ياخد الخطوات دي اما رفع دعم الطاقه من شهرين؟ يعني احنا عندنا مثلا، هدي حضرتك كمثال، عندنا البنزين 80 عملوا من 90 قرش ل 160 قرش، يعني زودوا 80%، لكن لما جه على اسعار الغاز الطبيعي 8 دولار لكل مليون وحده حراريه، كانت تقريبا ما بين 4 و6، يعني هنلاقي ان شال الدعم من عليهم يعني حاجات برضو بسيطه. طيب ليه ما كانش في قدره على اتخاذ مثل هذه القرارات من شهرين؟ كان لسه جاي جديد، الوزاره هي اللي خدت القرارات دي بطريقه خاطئه وعرفت انها خدتها بطريقه خاطئه. طيب حضرتك بكل كلامك بيصب ان يعني الفتره الجايه هيكون في ازمه ما بين الجهاز الحكومي، ما بين رئيس الدوله، وما بين رجال الاعمال، دول جماعات مصالح، وفي برلمان جاي، هل هيكون في قدره سياسيه على احتواء مثل هذه الازمه؟ باذن الله. ده حضرتك باذن الله دي يعني ان شاء الله طبعا، او دي تمنيات، لكن طبعًا. انا بتكلم على ارض الواقع طبعًا. اما نتكلم ان احنا يعني جماعات مصالح وبرلمان وقوانين، حضرتك يعني بتتكلم على قوانين، لذلك انا بقول لحضرتك في قوانين هتتاخد قبل البرلمان ما يجي، والقوانين دي هيبان انها بتعمل جزء من الدخل موجود. فلو جه البرلمان وغيرها لجماعات مصالح وغيرها لصالح جماعات المصالح، هتعرف قدام الناس قد اللي انتوا جبتوه، انتوا خلاص براحتكم. طب يعني معنى كده ان دعم الطاقه ممكن هنلاقي الفتره الجايه خلال الشهرين الجايين فيما يخص المصانع كثيفه الاستهلاك للطاقه هنلاقي في تغييرات في الاسعار تاني؟ اكيد. طيب احنا خدنا كلام كتير صراحه النهارده من دكتور صلاح، يعني احنا كده الوقت انتهى؟ تمام، احنا كده الوقت انتهى دكتور صلاح، احنا كنا عايزين طبعا نكون معاك اكتر من كده. شكرا جزيلا على هذا اللقاء، كان معي دكتور صلاح بودة الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، غدا يتجدد اللقاء في تمام 10 بتوقيت القاهره، في رعايه الله.